24/24 مرحبا بكم في موعد جديد من سبول ميكس. نجم تتابعونا وين ما كنتوا في تونس الكبرى من خلال الفريكونس نتاعنا 106.9 وتتابعونا ايضا بالصوت والصوره في اللايف ستريمينغ تلقاوها بدا توت سويت على قناتنا في يوتيوب سونغون. نرجعوا على موضوع المنتخب الوطني التونسي المقابل البارح مع منتخب جزر القمر، كان التعادل انتهى عليه المقابله 1-1. منتخبنا كان ظهر بمستوى خلينا نقولوا متواضع في الزوز مقابلات الاخيره، باش نعود عليه باكثر تفاصيل مع ضيوفنا اليوم. سي علي الكعبي مرحبا. شكرا لك سي علي. ايضا مختار دبوس مرحبا. معنا مختار بطبيعه باش نتابعوا اخر اخبار اجتماع الحكام اللي قاعد يدور حاليا في الوزاره مع سيد وزير صادق المرادي هكا ولا؟ اي هاني حاط جواسيس غادي ان شاء الله. ايضا كوتش شهاب الليلي مرحبا. مرحبا اسلام، مرحبا الحضور الكرام والمستمعين مسك. معنا ايضا الاستاذ كمال بن خليل عوده. مرحبا استاذ. اهلا وسهلا اسلام. صباح الفواياج. صباح الحمد لله. جواندر لوتيلا لاغرياب، الخدمه لاباس وحوسنا شويه. ممتاز. وافيك سا كان نرجع من بعد نبدا نسمع فيكم في الليل في الاوتيل، نحط ونشوف نتبع باش ما يفوتك شيء. نتبع بالطبيعه. ممتاز. سيرتو مع عودة البوراوي. هزيت برشا الدوفيز. ما يسمح به القانون. باهي ندخلوا للموضوع نتاعنا، نبدا نحكي على المنتخب، خلينا ناخذ من الاول كلمة كلمة قبل ما ندخلوا أكثر في التفاصيل، نبدا معاك سي علي. والله ايش نقول، واحد يفرح ولا يتأسف بصراحة. يعني كنا ننتظروا بعد المباراة الأولى رد فعل من اللاعبين، لكن شفنا نفس الأخطاء تقريبا، نفس الروح مش موجودة، الانضباط مش موجود، ثوابت مش موجودة. ايش نقول لك، يعني بلون دو ماتش ما فهمنا شيء بالنسبة لي أنا بصراحة تامة، فهمتني؟ يعني وضع يعني نجم نقوله صعيب ياسر نمر به. كنت ننتظر خير من هكا، من حيث من سورتو من الملاعبية، الروح القتالية، الانضباط، الرياكسيون. شفنا شيء بصراحة تامة، شفنا كان يمكن هدف على كرة ثابتة، لكن أبارسا يعني كل شيء ما كانش مريقل، التشكيله ما كانتش منسجمه، التغييرات متاخره كثير، فهمتني ولا لا؟ تو بعد نحكيو ثلاث تفاصيل في بقيه الحصه. سي شهاب. والله ما هو باش نعملوا حنا التوطه هذه يعني رؤوس اقلام قبل. ايوه طب بعد ندخل في التفاصيل اكثر بشوي. افكتيفمون معناتها سي لو بلان كونتابل، معناتها حسابيا خذينا ست نقط في التوقف الأخير، المرة هذه يخذينا نقطة واحدة، هذه يحل قوس للنقاش. يعني حتى على المستوى النقاط تراجعنا، واثنين قعدنا معناتها ميزاباغ لي سي بوان في الري الاخراني نتاع اليسار، كنا نطمح لما هو أحسن، قلنا أنا خذينا لامبورتون ومن بعد تو يجي إن شاء الله المردود. المرة هذه اللي خذينا النقاط واللي خذينا مردود، الور هذو هما واحد اش اسمي اوني كلاسي برومي، معناتها ترتيبنا الاول افيك سيت بوان مالغري الشح نتاع المستوى النقاط والشح على مستوى المردود. اسكو الاخرين ضعاف برشا باش خلاونا احنا نكونوا الاولين، ولا اسكو احنا نستاهلوا المرتبة الأولى؟ يعني هذوما النقاط العريضة اللي نجموا ندخلوا منهم بعد إن شاء الله. سي كمال، مهم أن حافظنا على المرتبة الأولى، أوكي منتخب ما ظهرش بوجه سيء، لكن لو كان خسرنا كنا نجموا نفقدوا، ما نظهرش بوجه بايز، أما احنا لو كان خسرنا كنا نجموا نفقدوا حتى المرتبة الأولى. أكيد كنا نجموا نفقدوها، بو احنا ما نتصورش لي احنا حافظنا على المرتبة الأولى، أما المنافسين توا سي شهاب قال اسكو احنا قويين والآخرين ضعاف. أعتقد أنه المنتخب برغم حالة الفوضى اللي فيه وحالة الضعف استفاد من النتائج نتاع المقابلات الأخرى وخلاته معناتها أنه يحافظ على المرتبة الأولى. بون البارح ماتش نول جاء على هدف نراه معناتها في كرة ثابتة كما كان يحكي ركنية، معناتها والكرة لا تدفي وجات قدام مرياح حابت تدخل، لكن على مستوى المردود ومستوى الفرص ومستوى الواحد أعتقد أنه ضربة حظ
اسكو باش تتواصل ضربه الحظ هذه الماتش الجاي زاد اون اون ديبلاسمون ماناش في تونس راه الماتش الجاي نتاعنا مش في تونس دونك المرتبه بالضبط اي دونك اعتقد انه باش يقولوا ماتش في المتناول يراجعوا حساباتهم شويه في اللي مع جزر القمور في تونس راكم شفتوا شنو صار المنتخب قاعد يعيش في حاله نتاع وهن ومرض كبيره برشا طبعا بعد لي ديتاي نحكيوا فيهم كسوا على مستوى اللاعبين ولا على مستوى الاطار الفني باهي مختار الروح تقريبا نتاع المنتخب شفناها كان في الدرج الاخر في سينو الباقي حتى الروح نتاع المنتخب ما شفناهاش انا والله باش نمشي للحاجه اخرى كيفاش نطلبوا من روندمون من منتخب وجامعه مش موجود انا بالحق قاعد نراه في منتخب يمثل كما نراه في حاله الجامعه موجود كمال الدين لا ما تقوليش لا موجود لا كمال الدين موجود الجامعه معناش جامعه تو حاليا في فتره فراغ نتاع جامعه فتره فراغ نتاع منتخب باش نقول لك معناها التصويره كمال الدين موجود لا ما فهم كمال الدين حتى التوفيفة باش ينفذ نقاط اللي طلبتهم من قاعد يسير مختار اي ماشي يسير المنتخب شنو ناقصه على المستوى اللوجستي والاداري لا شنو ناقصه المنتخب شاهد كمال يماركي في بلاصه اللاعبيه ولا يلعب انا مفسر لك اداريا اثرت على وضعيه المنتخب انا بالنسبه لي انا باش نقول لك علاش انا وقت اللي روندمون تاع ماتش راتس الحقيقة معناها حتى أي جمعية أي جمعية وتعرف سي شهاب ولا دالي تعرف اللي من بعد رو نهارين هذوكم خويا رو راك شعب وتعب في الويكاند خويا خلينا نفرحوه في الواحد لقينا مساكن عملوا مجهود واجتمعوا تلقاهم وكذا شكون عملوا مجهود سي نورمال ينجموا ما تنجمش تكون خاسر أنت كمان معناتها البارح على خاطر ما فماش هيئة مديرة خنكملك خنكملك أنا كي نرى منتخب سي نورمال خاسر في بلادك باش تعمل ردة فعل ولا ومع جمعية زيادة الرافية مع عادية رينا ردة الفعل عاملوا ردة فعل مبارح لكن هذيك حدود الله أنا وقت أنا بالنسبة لي أنا سمحني محترمك مختار احترم رايك فما في البروفيسيوناليزم فو فيغ لا بار دي شوز معناتها احنا نحكيو على لاعبين محترفين ما يهمهمش الأمور هذه نورمالمون لا ما أنا نوفر لك ما نقولش لحد الأدنى ما هي الحاجات اللي أنا مستأنس نوفرهم أما سوفوا وفروا ولا ليه تو بعد خاطر نرجعوا الموضوع هذايا تو فعنا ما نحكيو فيه قول لك حاجة بركة حاجة بركة بربي خنكمل العنسين الممتع أنا كي نقول كي راه عيدوني ماتش فرنسا كوب دي موند وراه العيدوني مبارح راه حتى تاكل راس خيري خاطر وشبع راه ليزارير انا ضد راني في ماتش كوره انا ضد ماتش كوره ارييري تبدل يفو با تروفي ديكسكوز ما ثم الإدارة ما عندها حتى علاقة باللي قاعد صاير في المنتخب ما عندها حتى علاقة نادي الإفريقي وقت اللي كانت إدارتها لا مش صحيح نادي الإفريقي تعاني تو الإدارة باهية نادي الإفريقي حتى نادي الإفريقي بإدارتها الباهية كانت عندها مشاكل أنا مش في الكلام خاطر أنت ممكن ما عبرتش بالكلفية لازم ما خلاوكش الخيان تعبر أما الفوضى لا سي كمال شد الجول في الميكرو سي علي باش نشد الجول نص نهار ونص على النقطة هذيا باش نشد الجول سي مختار كلامه صحيح الفوضى تولد الفوضى هذا شي حاب يقول لك ثم فوضى في الفنية ثم فوضى إدارية فوضى تنظيمية وفوضى أحكي مالية أحكي لي نقطة الإدارية بركة هو أحكي على الإدارة سي كمير ما تقولش لي خليك أم سي كمير راو تحب ولا ما تحبش راو يأثر تقول لي ملعبية ولا لا كي جي جوار من البرة وما يخش لندين دي من انتياه متاعه ولا رمزية ولا كما نقولها ثم ملعبية ما تجيبهمش خطر تسكر طيارة بعيدة هذا كله يأثر هذا موجود فما ملعبية ما جيش خطر تسكر بعيدة اليابان ما جابهمش لا مش موجود مش موجود في القائمة قال لك ما تحطش في الليستة ما هوش موجود في القائمة في الليستة الارجي موجودة لا في القائمة اللي اعطاها الناخب الوطني لا مش معناتها هو بعيد لا عندي معلومة أنا. عندك معلومة المعلومة الأولانين ما بي عندي معلومة انت تو تعرف عندي معلومة على خلي يقول المعلومة من عند الناس اللي تعمل هي الليست ايه شنو هي المعلومة ملي ماهوش موجود في الليست لا مش موجود مش بري كونفوكاسيون ما عندوش بري كونفوكاسيون سير هذا مؤكد انا اللي نعرفها رياضيا مش اداريا نحكي رياضين ملأ هو موجود في 54 جبالي ايه ايش ميكون موجود في 54 معناتها البارح هو حتى سعد بقير موجود في 54 هو موجود وانت تعرف تو سيليكسيون يجب يبعث لك بري سيليكسيون قبل دات معينة واضح سي علي هو قال لك ما تحطش اصلا في الليستة خاطر يلعب بعيد معناه
تسكلم تاع الطريقه نتاع تكلف معناتها تاو تونس البارح خسرت تاو سي علي يقول لك في ال 54 معناتها يلزم يمشي ولد الجامعه معناتها كمال يدير والهيئه التسييريه يلزم تهز 54 ملاعب يجوز لا هذا كلام مش 54 دخل في هذا لا 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 كونفوكاسيون شويه عادي تحاسب فازي كان بتغلطوش لعبيه لا يا سي علي شنو غلطوا في العباد فيا قلت عليه انا غلط انا لونترونور ناسيونال يعمل ليسا من الاولى يتحمل مسؤوليته ما عيطلوش شويه عاد يحط لك ليسا ب 54 ولا 50 ملاعب يا سي علي جاوبني على سؤالي فوزي البنزرتي نادى الجبالي ولا في البري سيليكسيون موجود نحكي لك على ستاج هذا ما عيطولوش وفي انتهى الموضوع ما تحكيليش على جبالي مش موجود ما تهاش الموضوع فوزي البنزرتي يتحمل مسؤوليته قال لك هذايا بعيد ما نجيبوش لا لا لا, لا يا ولادي يا ولادي راكم فما حاجه انتم مش فاهمينها راهو نحكي لك على فوضى تعرفش علاش ما ينجمش يبعثوا للجبالي على خاطر الموظفين نتاع الجامعه بيدهم تو عندك بيهم مش يعملوا ضراب اخر عندهم 3 اشهر ولا مده معينه ومش خالصين هذا قاعدين تحكيوا في كيزي برافو الناس تسمع فينا تضحك علينا والله كاميرا هذا اللي موجود باهي واضح حكينا فيه الموضوع هذا خلينا نحكيو نمشيو فنيا انت شي نحكيو على المقابله الفنيه زينا زينا حتى الجانب هذا مهم لو عطيتك لا مهم هو لوجيستي مهم وكل سامحوني خاطر مثلا نعطيك انا حكيت مع قيس ليعقوبي قبل الستاج اللي فات حكينا على المستوى نتاع المنتخب بيقول لك انا ملاعبيتك يقعدوا مطيشين في المطار ساعتين وثلاث سوايع قبل ما يطلعوا هذا باش يمشيو الواحد هذا يقلق زاد معناها كيف كي دونك مهم الجانب هذا اللوجيستي على ذاك الجامعه في الطائره خاصه في الستاج هذا باهي خلينا نحكيو فنيا على الماتش سي شهاب علاش شفنا المنتخب بالمستوى الهزيل هذاك انا باش معناتها ترانزيسيون على اللي كانوا يقولوا فيه الاولاد شوف احنا بعد الثوره نتاعنا السواليزون تو بارونتيز ثوره شكون اللي هز تونس؟ الاداره التونسي علاش؟ على خاطر عندنا تقاليدنا عندنا ديزاكي او نيفو ادمينستراتيف ناس خارجه من لينا ناس متكونه وكل يعني عندنا لي ستركتور في تونس نحب ولا نكره وقت اللي احنا توا صارت المشاكل على المستوى الاداري في الجامعه التونسيه كره قدم شكون اللي عندنا الالترناتيف اللي تنجم تهز ولا تنقذ الموقف هو الملعب علاش خاطر عندنا ديزاكي كون لو في اونو في السنين الاخيره عندنا ديزاكي اون ايتي دو فوا مونداليست عملنا الكوب دافريك هذيك ولينا ما عادش نحكيو انه هو اوبجيكتيف التاهل نتاعنا للكوب دافريك معناتها لو تيران في بوكو بوكو داكي الور وقت يبدا عندي مشاكل اداريه افيك لي ستركتور اللي عندنا في وسط تيران ما نظنش كان باش تاثر على تيران ارفع من هكا احنا Alors, le problème, c'était un problème sportif, purement sportif. Et شنو وين كان المشكل البارح؟ المشكل البارح عاودنا نفس الأخطاء اللي قمنا بها في مباراة الذهاب. اللي هي؟ عدم استعمال الأروقة. وعدم استعمال الأروقة، هل هو سبب نتاعو أنه ما عندناش ملاعبية سيغ لو كولوار؟ وإلا لي جوار سيغ لو كولوار هذوما ماهمش bien utilisé par exemple شوفنا احنا في ماتش لالي لعب برمضان à gauche مع الرافعة à droite les deux joueurs هذوما ne sont pas deux joueurs de couloir pire encore les deux joueurs اللي هما ينجموا هذوما يدخلوا ولي دو جوار لي زوتر جوار اللي هما ينجموا يكونوا ياخذوا بلاصتهم سيغ لي كولوار شكونهم سي لي زاغير لاتيرو اللي هو بوشنيبا وبن حميده اسكو هما عندهم لا فوكاسيون هذوما ولا لو بروفيل باش يكونوا كيما علي العابدي وعلي المعلول وكيما كشريده كيما شو اسمه اللي كان دراغر اينو با لو بروفيل الو في الماتش لالي اونيتي في انه باش نلعبوا ضد ايكيب اللي تلعب تحب ولا هكا تلعب الكتله الدفاعيه المنظمه ماشي هيك اللي ديزورغاني نو 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 الي افي ان اورغانيزاسيون بيان ديتيرميني il fallait واحد créer des espaces ou des décalages هذا هي مساج ماتش لالي يظهر لي نفس الشيء تقريبا صار البارح الرافيا على اليمين رغم اللي تبدل شويه الخطه شفنا مساكني مشى على اليسار مساكني مشى على اليسار مي مساكني سافالور من وقت اللي كان علي معلول موجود مع مساكني من وقت مساكني لي اون جامب فريمون اون جامب المساكني ني با ان جوور دو كولوار اكل تاع دي بوردمون سي لو جوور كي ياخذ لي هالف سبيس هذوك لي سيمي اسباس اللي هما بين الخط وبين لاكس دو تيران ياخذهم هذوك بور ليبيري لو شون لا لي مالول
باه الو مسكني الى في سون رول البارح في لي زابيل نتاعو لهم ستانس يعملهم انه يدخل الفيكس في الانتيريور مي كي فا لو سوبلوي سور لو كولوار بن حميد اسكو عملها ما عملش ادروات لا ميم شوز رافيع ستان جوار اللي يحب يدخل الوسط يدخل الوسط كي فا لو سوبلوي بوشنيب كان كي تخلك شري صارت مشكلتنا كانوا في اللاتيرو معناها فوالا الو انت ان معناتها ان دي مويان ولا ان دي سوليسيون باش تبقى وهذا اللي خدمنا به راهو في السنين الاخيره في المنتخب التونسي علاش قلت لك انا اون ا دي زاكي لي زاكي هذوما حافظنا عليهم ولا ما حافظناش بنينا عليهم ولا ما بنيناش ثوابت ثوابت عنا احنا عنا ازيو فيرمي يدخل يوسف ويتعدى عليه من العليات حتى كان علي معلول ولا علي العابدي سي لا ميم شوز عنا كيف كيف ادروات يلعب السليتي ولا اللي هو يدخل وسي كشريده يتعدى ولا دراجر يتعدى هذوما من الثوابت نتاعنا باه هذوما اونيتي بريفي من الثوابت هذه في لي دو ماتش لا بروف انه اضعف جهه كانت في منتخب الكومورز في الماتش لالي هو الجهه اليسرى نتاعو دفاعيا نحكي وقت اللي نورمالمون الناس كل شفناه هذا انا شفت تنقلت الملعب نتفرج الفوق في الملعب يعني واضحه العمليه البارح نفس اللاعب اللي هو سدد المخالفه على العارضه في الشوط الاول الشوط الاول سليماني ظهر لي رقم 2 البارح لا ميم شوز هو كان نقطه الضعف وقتاش ظهرت نقطه الضعف لما دخل كشريده ولا على اليمين ش عمل المدرب سحبه على طول قام بتغييره وقتاش قام بتغييره يمكن 5 دقائق 10 دقائق بعد ما دخل كشريده ولات لا بارتي دروات نتاعنا الفونكسيون بيان سحبوا المدرب باش يوريك اللي هو لا بارتي لا بلو فيبل بيتيتر في ليكيب ادفيرس الور هذا انا بالنسبه لي انا لي زاكي اللي عندنا اللي المفروض نستعملوهم ما استعملناهمش باه شفنا المردود يتحسن بار انترميتونس معناتها بصفة متقطعة مثلا الشوط الأول البارح أبارتيغ دو لا 35 مينوت عملنا فريمون ديزاكسيون ديني لليكيب ناسيونال فيكساسيون نتاع حنبع المجبري افيك أبيل نتاع يوسف في الظهر وتلعبت لاباس بخلطش يوسف خاطر الجارديان دو بوت إلى أونتيسيبي مي أون أفي أبارتيغ دو لا 35 مينوت حتى لا فان نتاع لا بروميير ميتون شفنا كيلكوز إيدي دو جو شفنا فما استعمال ما بين الخطوط خاصة بوجود حنبع المجبري اللي هو قاعد يرجع المستوى متاعو il doit enchaîner les matchs في l'équipe في الكلوب متاعو il doit enchaîner les matchs في l'équipe nationale باش يكون je prévois que ينجم يكون une pièce maîtresse تعطينا plus de rythme خاطر ce qui nous manque نحنا c'est la vitesse dans le jeu c'est la possession du ballon sous pression. الشوط الثاني عاودنا خذينا زمام الامور وقت اللي صاروا التغييرات وقتها فريمون شفنا quelques idées de jeu شفنا quelques معناتها تحرك خاصه لما يكون كان بلال ايلت مالك على اليسار وكشريده معاه رقم 8 نتاعنا مع حمزة رفيع دروات معناتها اعطينا خاطر شوف اسلام حاجة امبورتونت وهذا معناتها معمول به في العالم الكل خاصة الفرق الكبيرة اللي تلعب خاطر عاش فرق كبيرة تستعمل الطريقة هذه لأن هي أكثر ما تلعب ضد فرق يلعبوا دفاع مكثف لذلك لا بد من فتح الملعب نقولوا احنا إلى غجير لتيغا وقت تفتح الملعب تقدر انت الكتلة متاعها نتاع ليكيب ادفيرس تزيد تفتتها غير هذا حتى لو هو قعد منكمش تتعدى على الاطراف حل هو تعطي حلول للاعبين الوسط باش يمتلكوا ولا يدخلوا من الوسط هذا الماتش الاول والثاني تو نحكي على لي دو ماتش انا نحكي تو الكلمه الاخرانيه هذه دون لابسولو لامبورطونس دي لارجير لو تيرا
وهذا اللي كنا نجم نفوزوا يعني مع تحقيق الحق بعد التغييرات اللي صارت تحسن المستوى لو كنا قراب يعني جاتنا وضعيات ما نقولوش فما شو اسمه فرص هي ضربت في ديفونسور هي عمد لكن بالرغم المستوى هذاك والكل كنا قراب بالنسبة لي أنا كنا قراب للفوز. باهي خليني أخو أنت قراءتك الفنية سيدي علي وخاصة وسي شهاب حكى على التغييرات اللي حصلت مستوى المنتخب التغييرات شفناها متأخرة ياسر. هو اللي يحكي فيه سي شهاب معقول ومنطقي لكن الرالي يمكن المستوى اللي شفناه في المباراة الثانية بعيد كل البعد على اللي كان يحكي فيه سي شهاب خصوصي بالنسبة للأدفرسير. الأدفرسير ما لعبش البلوك بال بارح الأدفرسير لعب طلع عالي ضغطنا عالي ومشى علينا ونحن لهنا فين تقلقنا لا كريا بروبليم للمنتخب التونسي البارح ونحن فوزي بن زرتي ونعرفوه الناس كله يحب يلعب البارح لعب العالي لكن لونتام ما كانش كما يلزم وين لعب العالي عليه لعب عالي البارح شكون لعب عالي المنتخب التونسي قلت له سي فوزي لعب عالي اي لعب عالي قال لك سي فوزي يحب يلعب عالي لكن هما اللي قيناهم لعبنا لعبونا عالي قلت لك لا كريان بروبليم عاد سي لا لا معك ما يصيرش علي لا لا معك انا حاجه برك قلت عليها انا قلت الفريق هذايا يعطي منظم انه وقت يستوجب انه يدافع عالي وقتاش يدافع عالي يسميه الكونتر بريسينج وقتاش وقت يخسر الكرة هو يعاود يسترجعها في نفس المكان بالكتلة متاعه لكن وقت يستوجب منه باش يلعب لازون يلعب لازون وعملها برشا مرات في أثناء المباراة شو لازون يجي في نصف الملعب متاعه ويعمل دور يدو لي كات ديفونسور معاهم لي باش يبعث الخطر على الكاش نتاعو سي نورمال علاش قلت لك انا قلت لك فريق تلمو منظم عليه تلمو منظم الفريق عليه تلمو منظم انه كل فاز دو جو يعطيها قيمتها سواء دفاعيا بالكونتر بريسينغ والا بالزون سواء هجوميا الهجمه السريعه او هجمه مركزه يعني فريق فريمو ياتي كل شيء ياتي قيمه الفريق هذا البارح مشينا القدام عكس اللي كان ينتظر فيه يمكن الفريق تاعنا خاطر كي جا تونس هنا كان البلوك نتاعو با وخلانا اللي نحنا او نيفو دو لا بوزيسيون دو لا بال والفوند دو جو شادين الكره وامتلاك الكره كان كبير برشا في تونس واللي تحكي عليه نيفو دو لارجير للتيرا والاستراتيجي اللي بالاريتي اللي جاتنا وكل شيء ما استغناهمش بريسك 17 18 بالاريتي ما استغناهمش بالكل انا اللي نقوله لك ما بين الماتش الاول والماتش الثاني شفنا فريق نتاع الكامور اللي ما حكيناش عليه برشا يلعب باسلوب سامبل بسيط يلعب في كره صحيحه منظمه عنده دي روبير في كان شفت في التبادل سريع للكوره من اللاعبين وكوره سهل نقولوا الممتنع فاجئنا الحق فاجئنا بصراحه بلوس ما نتاع المفروض ما يفاجئناش عياشكم عنده مستوى محترم لا لا المفروض ما يفاجئش في المستوى نتاع المفروض المستوى نتاع المنتخب التونسي ولا الانديه الكبيره اللي تلعب ما عادش تفاجئك علاش الخطر الفرق الكليكا في العالم كتاب مفتوح الفيزيوناج لي بلاتفورم موجوده لي دوني كل موجوده فاجئنا نحن كجماهير ولا متابعين ما يفاجئش الصخاف يعرفوه بالطبيعه خويا نحن كي قلنا تقييم تاع فريق القومي نتاعنا من المباراه الاولى للمباراه الرابعه اش تحسن اللي تحكي على الثوابت فين الثوابت فين اللي كومبينيزون تكتيك والخدمه ريال اللي موجوده في الملعب وسط الاسبوع 10 ايام 10 ايام بار اكزومبل دو ماتش في 10 ايام نعملوا 4 5 سيونس ماكس باش نخدموا تعرف سيكل نتاع باش نخدموا برشا تكنيكو تكتيك برشا فيفاسيتي برشا اونتيترين فيزيك وكاو كو دو بياريتي ونخدموا برشا فيزيوناج فينو هذا البارح وينو في الماتش الاول انا ريان في فينو لي كومبينيزون تكتيك ما ثمرينيش فينو رونفيرسمون قلت كلمة باهية أنت وقتاش ولينا نلعبوا في الزميتون بالكدا كي قرب تونديم لديو قرب البعض المجبري ويوسف ونا في دي بيل شوز أبار هذا تحكيت على الأجنحة نلعبوا بلاش أجنحة كي تحط لي أنت جزيري أنا تاكون اللي كمل الهجمة سي معك سي شهاب باش ما يلزم اللي تحكي عليه اللي لارجمون تيرا فين اللي زرنا تيرو اللي زرنا تيرو كي يطلعوا سورتو كي عندك دو بيفو دوبي فو في المستوى نتاع الصخيري والعدوني وفول دو كوفرتور وتكتيكمون سون تري بيان
خصوصي الصخيري يعرف كيفاش يقف يسكر وكل شيء مستقلنا انا امشي علاش ما نقولوا الحقائق هذيك حدود الله في الزر لا تيرو هذيك الامكانيات سي كمال فماش حاجه كبيره لكن او نيفو دو زيلي اللي حكيت عليهم انت خويا عندنا شوا كان ينجم يكون شوا خير من هكاك وانت تعرف وانا نعرف اي مالك كان ينجم يكون الجبال اللي تضرب كان يعاون اللي خليناه في البارك الخضراوي كان ينجم يعاون بالكدا معاه زيد المشاكل ونيفو دو لا كومونيكاسيون تاع ستاف مع اللاعبين اللي موجودين برا كيما التيفي كيما العاشوري اثر علينا برشا خويا العزيز بون تقول لي ما ندخلوش في المواضيع هذيا ليكستري زامبورتون يلزمنا ندخلوا ويلزمنا نحكيو خاطر فوزي بن زرتي انا واحد من الناس صديقي ونعزو ياسر لكن مصلحه المنتخب فوق كل شيء فوزي الدوا كوريجي سي ديفو عاش خويا راك في منتخب وشفنا حاجات ما تشرفش المنتخب التونسي رانا تاريخ ورانا عايشين في فوضى حاجات شنو فوضى حاجات نتاع مش معقول اللقطات اللي شفناها انتوا نحكيو به نتاع فلان ولا فلان ولا فلان خلينا نكمل بربي دقيقه واحده مع عزيز خويا العزيز ثم ناس زادة يلزمنا نشوفوا امكانيات نتاع ملاعبيتنا يلزمنا واحد كيما يوسف الناكني سان جوار اللي الناس الكل نحبوه وجوار كي يعطينا لي سوليسيون كبار لازم نعرفوا زادة نستحفظوا عليه ولازم نعرفوا وقتاش ندخلوه وقتاش او لوجي يرحم والديك نحن متفاهمين قلت انت قبيلك المجبري سي البلي المستقبل نتاع المنتخب التونسي كي يكون عندك زوز قدعان كيما الصخيري اللي يرجع لمستواه رغم توا مش في المستوى الحقيقي والعيدوني اللي حكي عليه سي مختار يلزمنا مليو تيران من اعز المليو تيران اللي موجود في افريقيا ما استغلوهمش غدوه نجيب الخضراوي غدوه نجيب الصرافي غدوه نجيب منعرفش ديزيلي التيفي العاشوري يرجع جبالي ولا جزيري يكون في مستواه خاطر الجزيري ما لموش ما وصل له شيء مسكين بيه. حتى السوتيان ليه ما كانش لا من المجبري ولا من مساكن بالكافيه اللازمه مازلنا باش نحكيو سيدي علي على المقابله لكن لمح شويه سيدي علي حكي على حنبال المجبري باش نسالك انت مختار وشويه في الكلام اللي قلته انت قبليك هبط تدوينه اثار شويه جدل البارح انا شفتها ولا على انستغرام كتب استجذاب كان بمثابه تحدي ذهني حقيقي لكن الفريق يقاتل كل يوم لتقديم افضل ما لديه نحن نحب بلدنا وجميعا نرتكب الاخطاء بعض المشاكل لهنا ذي سطرت عليها تتجاوز قدراتنا نحن كلاعبين وكإطار فني نحن بحاجه حقا اليكم ايها التوانسه حاولوا فهمنا ودعمنا معناتها ظاهر كأنه فما بعض المشاكل ممكن نحكينا عليها مالية لوجستية في المنتخب واضح اللي في فترة الفراغ اللي قاعدين نعيشوا فيها في المنتخب اليوم شنو تفهم منه ستاتيو هذا؟ أقول لي الأزمة هذه متاع التحكيم الحقيقة عرات الجامعة على المستوى المالي راهو كما كنا نحكيه ويمكن أنا وزدعلي يمكن قراب شوية في الجامعة نعرفه كواليس راهو لعب المنتخب قبل في عهد وديع راهو كيجي ونديري سفير من البلاد لبلاد راهو يتم استقباله وكل طيارة تهبط لعب تلقى استاف يستنى فيه بشي يهز ويعطيه الكيبمو معناه عابد يحس بقيمته وقدره توا سيدي منيش أنا باش نحكي راهو فما ملاعبية رفضت الجايين للمنتخب انا بالنسبه لي انا حكينا فيه موضوع يوسف المساكني هاك شفت يوسف المساكني وين يلقى المنتخب يلقى نلقاه حاضر انا قاعد ليومنا هذا نحب نسال على عاشوري انا نحكي لك خلينا لهنا انا بال مجبري وغيره انا هاني حكيت لك قلت لك انا نحب نسال شنو كيفاش باش نصرفوا مع بعض رفضت المنتخب خاطر طول المنتخب في حاجه للعاشوري من بعد وقت اللي نمشي لكوب دافريك ولا كوب ديمون تو يبدا عامل في اتصالات ويحب يجي ويكون موجود انا متاكد الجامعه تعيش في ازمه كبيره راي رجعت على المنتخب وانا ناكد لك اللي كونوا مصاريف الجامعه تو الحقيقه نتاع ربي راهو يمشيوا فيها نهار بنهار الفلوس ماش موجوده اللي اكيد مش موجود الجامعه في حيره من امرها كيفاش باش تعطي فلوس الحكام والموظفين وكذا وانا على قناعه اللي كونوا هذا ياثر على المنتخب وكلام حنبال المجري هو كاكد كلامي سامحوني مساج تفعل كما سامحني يسأل شيء وانا اذا كان تفاعلت معايا اخويا الترجمة متاعي باش ناخذها لسيد علي اوك باش يترجم ويجي نعملوا دو كونتر دو اسمع دو كونتر دو برغم ما فهمتش ما خلينا نتعدى شو اسمي اللي قلته تو مختار يظهر حاجه انه فما ان بروبليم دو كومونيكاسيون
هذا تري امبورطون. علاش؟ على خاطر كنت قريب شويه للستاف كامل نتاع اللي كان موجود في المنتخب، مش معناتها هذوما من صحابي، هذوما حتى الاخرين هذوما انا اقرب منهم، اقرب لي ليا انا من الاولاد اللي خرجوا. شخص جاي القادري والجماعه اللي معاه، واللي معاه محمد عياش وهشام غزيه علي بومنيجل سليم بن عاشور، قريب ليهم قريب ليهم. علاش؟ معناتها اون غولاسيون بروفيسيونيل، في انه كان عندنا الكاف الكاف برو، الور مبربش نشوف الخدمه كيفاش. كل اش تلقى علي؟ تلقى ديرون بين الراسومبلومون والراسومبلومون بريسك لا كومونيكاسيون الي كوتيديان بريسك بريسك. اذا مش من سليم بن عاشور راي من جلال، راي من محمد العياشي. علاش؟ غزيه اش يعملوا؟ فما الاخر يكومونيك لتا فيزيك بالجي بي اس ولي دوني فيزيك وكل هيك يكومونيك سا وجوغ. فما الاخر يعملوا الفيزيوناج الكشو حلمي الكشو ولو الاخر وليد يحضروا شو يقول لهم جلال ويكومونيك سا وجوغ لي زيدي دو جو كريتيك دو جو ابار لا كومونيكاسيون اللي هي مونتال. معناتها سيرو بلون مونتال، ان جوار كي باس باغ اون بيريود ماهياش يوقع الاتصال به، الاخر يباس باغ اون بيريود باهيه. ايش حبيت تقول؟ حبيت نقول انه وقت اللي فما اشكال نتاع ملاعبيه ترفض، ولا اشكال نتاع ملاعبيه تجي عن مضض، ولا معناتها سي كو إليا ان مونك دو كومونيكاسيون، اسكو زون غاردي لي تراديسيون لي زاكي هذوما ولا نون با غاردي. اسمعني سي شيخ بالنسبه للسؤال انا الكامل ما نعرفش ابارامون مختار ما يحبنيش نحكي. ولا ليه بسرعه كلمه. انا كلمه بركه فنيا مازال فوزي البنزرتي نجم يعطي المنتخب. نرجعوا للسؤال، خلينا نتبعوا الكوندكتور كمختار نتاعنا. سي كامل شفنا التدوينه هذه، نحب ناخذ رايك فيها، وكيف كيف في نفس الوقت لقت رايك في اللقطه اللي صارت بين حنا بال المجبري. فما شكون يقول مع فوزي البنزرتي، فما شكون عاديه يقول في وسط الماتش تصير، وفما شكون يقول اساء التعامل مع المدرب نتاعو. باهي انا باش نجاوبك على التدوينه وعلى اللقطه لانهم مربوطين ببعضهم، لكن قبل نبهت انا وقت اللي مختار مازال مصر على انه الامور الماليه والاداريه هي سبب هاو لمحلها حنا بعض. هاو جايك بالطبيعه كي سيكسكوز ساكوز اللي عملوا حنا بعض بالطبيعه ما عندوش مخرج كان التدوينه ذيك، وعم حنا بعض لا يكتب بالعربي ولا يفهم بالعربي. لا كاتبها بالفرنسي ولا بالانجلي، انا ترجمتها بالفرنسي. باهي خلينا نحكي لك حكايه. انا توا وقت انتم تحكيوا جاني ميساج تنوريه لك في اللوف، يقول لك بالنسبه للجبالي كان يلعب في النجم الساحلي هكا ولا عصام جبيل اللي في اليابان. عصام جبيل محيط المنتخب وما هوش لا فني لا شيء، صحافي اما قريب برشا من المنتخب. قال لك راهو فوزي البنزرتي وجبالي ما همش اصحاب من اللي في الاطوال، دونك استبعادوا راهو اسباب فنيه ما عنده حتى دخل الموضوع هذا. سي علي انا نعطي فيك في معلومه، نعطي وراي نحن. لا انا نعطي فيك في معلومه انه عدم وجوده ما عنده حتى علاقه بتذكر الطياره وعدم قدره. واحد اثنين قل لي انت لاش في المشاكل الماديه، خاطر مهم جدا يا اخي وقت اللي مشاو كاترور دوروتار واحد ربحوا، وقت طياره خاصه خسروا، معناتها لوجيك ما تقابلش بعضها. مشاو في طياره خاص معناتها ظهر يلزمهم اربع سوايع روتار باش يربحوا الملعب يذوم، معناتها يلزمهم يتمرمدوا اذا كان باللوجيك هذه. دونك ما تحكيليش على المشاكل الماديه، ثم انه يا حبيبي تحكي لي على الوطنيه وتحكي لي نحن ابناء تونس ونحبوا تونس. ادميتون ثم مشاكل، يا وقتها توري حبك لتونس، ووقتها توري الجرينتا نتاعك. اللي صاير خويا فوضى في المنتخب سببها الاطار الفني واللاعبين، المشاكل بدات من مهدي النفطي. راهو الكليكات من اللي مهدي النفطي وبعد مهدي النفطي، ثم شكون منا وثم شكون منا. ثم فعل. اللقطه مع فوزي كيفاش تقراها؟ جايك الحديث، ثم ملاعبيه مش قابله فوزي البنزرتي، وثم ملاعبيه قابله فوزي البنزرتي، وثم ملاعبيه حاسه انه فوزي البنزرتي ظالمها. وثم ملعبيه قاعده تلعب وما يلزمهاش تلعب وما على خاطر اسمها قاعده تلعب. هذا صحيح اللي يلزمنا نقولوه، لا تقول لي طياره ولا تقول لي فلوس ولا تقول لي، كله كلام فارغ. الجو في المنتخب ماهوش نظيف. وقت لي سي شهاب الليلي ولا سي علي في الاخر بالكل القفله نتاعو تفهم بها برشا كلام، وقت اللي يقول لك معناتها اون دوا جيري يوسف وقتاش يلعب ونحافظوا عليه، ويقول لك كذا سابروف اللي ثم مشاكل. وقتاش قالك شهاب الليلي المنتخب تحسن؟ وقت اللي دخل كشريده
سابروف اللي انت كنت تلعب في لاعب ما كنت ما نحكي على كشريدان، معناتها الناس الكل قالت لك يا ولدي راهو كشريده اللي بلو فالابل للكونتكست نتاع الطرح ما تلعبوش. دونك يجي نقول لك حاجه خويا، نرجع لك توا لهنا للحكايه ذي، اللقطه نتاع حنبعل، برشا ناس يقول لك انه حنبعل ما شافش شكون ما شدو كره خرجت على التوش اليوم صباح نسمع فيها. ايه هو شاف امين لازم يكون اونجاجي يحب يرجع يلعب خاطر الكره رجعت تلعب. وثما ناس وثما ناس تقول لك معناتها ما يلزموش مدربه ما يلزموش يعمل له كيك. المشاكل هذه احنا في تونس زعام فيها، على خاطر انا نقول لك في السيتي وقت اللي دي بروين قدام الكاميرا نتاع العالم الكل دار لجوارديولا وقال له ما عادش تمهمشني خليني نلعب، ما عادش تكلمني قال له خليني مش كان في تونس حتى وقتها عملت بوليميك زاد مش كان في تونس اما ما عملناش منها قضيه. نحن في تونس لا يلزموا انا ناكد لك اللي ستاتيو هذيك مكتوبه باش تبرد الحكايه، معناتها سمعتوا في الستاتيوش فيها راي امور تتجاوزنا كاطار فني ولاعبين، معناتها المشكل ما لا يا سيدي المشكل إيه فني اطار فني ولاعبين، ما تبداوش تكذبوا على الناس، المشكل اطار فني ولاعبين. فما حاجه اخرى اسلام فقط باش نسالك انت مدرب كيفاش تقراها اللقطه هذيك؟ هل عادي تصير صريف معناها في وسط ماتش خاطر الكره رجعت تلعب باش يرجع هو والا لا ما لازموش يعمل هكاك مع الكوتش نتاعو؟ شوف التونسيون اللي فيها الجوار اكس انترناسيونال في التنسيون اللي فيها الجوار بارفوا يعمل حاجات بعد يقول انا عملت هكا شعوريه انا عملت هكا هلا وقت تبدا لا تنسيون الفوق يفو ساتوندر اتو يولا فما شكون يسو كالم يسيميتريز مي 100% هذه امبوسيبل. لكن فما حاجه اخرى مهمه كمان، فما حاجه اخرى فما حاجه اخرى مهمه اللي هي الثقافه اللي عايش فيها، وخاطر الوليد مش مولود في تونس عايش في بيئه غير البيئة احنا فيها. تعرفوا اللي انتوما اللي سي مال في لو تاكتيل في 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 اوروبا، يعني احنا نعنقوا نشدوا ونبوسوا مع ترونتروم ولا انترفام عادي جدا، احنا في ثقافتنا عاديه بالعكس يسميوا امور حميميه وتعاطف وتقارب وذاك الود وذاك شنو هما ينون با سا، معناتها لو فيت لو تاكتيل عندهم هما سي با بيرمي زاد نجم نقراها انا من الثقافه نتاع الملاعب اللي عايش بها ينجم يكون ليفربول يبدا يعنق فيهم يهز فيهم فوق راسهم لا هذيك سيتي سيليبراسيون يا سيليبراسيون معناتها يفا سيليبري هو مش نقول لك انا حاجه مهما كان انا حبيت نعطي الجانب هذا هو ثقافي مهما كان الرياكسيون اللي صارت من هنا بعد مش مقبوله مش مقبوله نكلمك لازم نقولوا نسميه الاسامي بمسمياتها. والحاجه الاخرى اللاعبين اللي برا كما قال توا المتر ممسوسين راهم ممسوسين، ثم شكون اللي قاعد يحط في العصا في العجله يعني سير سرتا علي ثم حاجه اخرى مهمه جدا واللي يحب يجي راه المنتخب محلول سي متر المنتخب محلول اللي يحب يجي على راس عيني مرحبا كما قال توا المتر توا نحشتنا اولاد التوانسه الحقيقيين سي شهاب واضح. اما كان يجيني كما قال سي مختار في الكوب دي مونت كوب دافريك اش نعمل بيه انا توا صعيب ردة فعل المدرب زاد مهمة جدا راهو نصور سي فوزي معناتها كالهستيريا نتاعو ما عملهاش احتوات الموقف هنا انا نذكرك في زاد حادثة مشهورة لا ما نجمش نعملها مع حنابار لا لا مع بوشنيبة في الليل لا فوزي يعملها بوشنيبة لا يعملها فوزي بوشنيبة فوزي اللي نعرفوه 10 سنين تالي ما نجمش مع حنابار عندي حادثة صارت لي انا باش نعطيك انا نذكرك انا نذكركم صارت لي كيما كارلو انشيلوتي راني في البايرن خرج فرانك ريبيري وكان وقتها ريبيري يلعب فكان خارج ويسيح ويعيط معناتها الناس كل تتفرج فيه مشالوا عنقه وضحك معاه يا اخي ولا يضحك تذكرها دونك راهو ردود الفعل هذيا عاديه وتنجم تكون راهو انفعال صارت لي حادثه كيما هكا نحييه برشا ونحبوا برشا الوليد وسام الدراجي في الكلوب خرجته وقت نقم لاعبي منرفز انا ما نمشيش نسلم عليه جي فيت pour anticiper le problème. Le fait d'اخرج وسام بنسمع شد بوسه ولا حاجه كيما هكا. جي لي ايفيتي اوسي. ربحنا زوز بلاش، ما خرجوها 0-0 احنا ماركينا زوز بونت. الفايدة جي لي ايفيتي حتى بعد الماتش ندخل نسلم مع الناس الكل. الهارت الروبريس معناتها لو سيغ لوندومان قلت له هادي بياري نحييه زاد قلت له هادي كي يجي وسام عيط له للبيرو، جا للبيرو. وسام لاباس سمعت منرفز، قال لي منرفز كوتش على روحي كيفاش عملت الروندمون هذاك.
Alors prendre un peu de recul vis-à-vis aux joueurs. في اللحظة هذيك تخفف باش ما تصعدش تو كيما قال فوزي انا با رياجي اي سي بيان بور باش باش ما تعمقش وتخلي الملاعب زاد الشباب هذاك علاش قلت لك في اخر كلامي كيما قال بالضبط قلت لك زاد راهو سي فوزي يلزم زاد يراجع نفسه نشوف فاصل بعد نعطيك تحكيميا خلينا نرجع احكي اقولها لي بعد مساج كان مش موضوع انا بعد قولها لي بعد مساج نمشيو موزيكا وبعد نرجعو نكملو بقية حصتنا اليوم.